خليني ارحب جدا 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 بالدكتور عبد السند يمامه، المرشح الرئاسي في انتخابات مصر، رئاسه مصر انتخابات 2024. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. لم يسعدنا الحظ بان احنا نستقبلك في البرنامج، فقلنا بقى نتشبث على الاقل بهذه المكالمه. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك دكتور. ما الذي دار ما بينكم وما بين الرئيس النهارده؟ الحقيقه الرئيس يعني كان استقباله وبشاشته دي مساله يعني مكرمه، وده الرئيس طبعا، ولكن البعد السياسي اللي عرض الرئيس ان يعني احنا ما فيش بيننا وبين بعض خصومه، صحيح، احنا الحقيقه متعاونين وغايتنا واحده اللي هي الوطن والتنميه ومصر. فالرئيس الحقيقه بهذه الدعوه الكريمه اللي بدأها بالاستقبال الحسن وبالتقديم لان هو المرحلة القادمة لنا فيها دور كشركاء في الحياة السياسية، واستمع إلينا وبإنصات وببشاشة، واستمع حتى إلي أنا كرئيس حزب الوفد. أيوة. ولي برنامج انتخابي متميز وعرضت خطوطه العريضة أمامه. فالحقيقة يعني أثرني الرئيس بإنصاته وبتجاوبه وبأن المرحلة الجاية لينا فيها دور. فحتى أنا كنت بقولت له، أيوة، فخامة الرئيس، أنا عندي اتجاه ونية إن أنا كنت أقدم استقالتي. فقال لي ليه ما تستقيلش؟ دي حتى آخر كلمة قالها لي وهو بيودعني على الباب وهو يعني وماشي معانا وبيتحدث. فالحقيقة هذا الرجل ودود اللي عرفه عن قرب يعني الرئيس حاجة تانية خالص. صحيح. يعني أول مرة أقابله. طب دكتور عندي سؤال مهم، أبرز النقط ونفس تقريبا نفس الأشخاص اللي هم حرقوا الوفد بدأوا يطلوا من جديد، يعني مش شغلهم. يعني الحقيقة طب نتعلم من الرئيس. الرئيس دعانا عشان مصر الجديدة والجمهورية الجديدة، وهنشارك كلنا ولينا برامج، ومحدش الحقيقة بيملك الصورة كاملة. يعني احنا بنتكامل، لا احد يمتلك حقيقة مطلقة طبعا يا دكتور. لبر الأمان. لا احد يمتلك حقيقة مطلقة. طيب هنا هسأل برضو سؤال يا دكتور بعد اذنك، يعني وانا بتقل عليك، لكن هل يعني طلبتم من الرئيس بعض الأمور متعلقة بالعمل السياسي، متعلقة ببرامجكم المختلفة، حضرتك، المهندس حازم، الأستاذ فريد إلى آخره، أبرز نقاط المناقشة ما بينكم وما بين فخامة الرئيس؟ هقول لحضرتك حاجة. أنا بالنسبة لي عرضت عليه الخطوط العريضة لبرنامجي في الانتخابي، وابتداء بإصلاح التعليم، إصلاحات تشريعية في مهمة في رأيي، عرضت عليه إصلاح اقتصادي وفي رأيي أنا، في رأينا احنا يعني، وأن يجب أن تكون هناك مجموعة اقتصادية جديدة، مش تشكيك في المجموعة الحالية، ولكن يعني إعادة تجديد الدم وسنة الحياة هي التغيير والتجديد. الأستاذ فريد زهران الحقيقة طرح فكرة لجان استشارية فيما يتعلق بالإدارة المحلية، وأنا يعني قلت لفخامة الرئيس أنا أعقب، قلت هناك نص دستوري، نصوص دستورية المادة 175 وبعدها في الدستور تنص على الإدارة المحلية. يعني إذا كنا بنقول أن هناك حاليا في فراغ في الإدارة المحلية رغم وجود النص عليها من 2014، نفعل هذه النصوص، لكن لا نجتهد في ان احنا نقول عايزين لجان استشاريه، ولا ما نفعل النصوص وترجع الاداره المحليه عنصر مهم جدا في العمل التنفيذي ودورها الرقابي على العمل التنفيذي والسلطه التنفيذيه. صحيح صحيح. وكان الرئيس مبتسما واستمع الحقيقه.
صحيح، مما لا شك فيه. أنا أشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، ويعني عسى أن نلتقي قريبا بإذن الله. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق لانتخابات الرئاسة 2024.